في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، فريق عمل على أرفع مستوى من الخبرات المصرية من الأطباء ومختلف التخصصات اللي بتدور في فلك تحقيق النجاح للمؤسسة. إذا قدرنا أن احنا نحط إيدينا في إيديهم وندعمهم، يبقى احنا فعلا بنصنع خطوة من النجاح. إزاي أنا وإنت وكلنا النهاردة نقدر نكون باب من أبواب الرحمة، إن احنا نتبرع مع بعض ندعم المؤسسة علشان نقدر نرفع الألم عن كل طفل مصري بيعاني. في مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، كل جنيه بتتبرع بيه مش بس بينقذ قلب طفل، ده بينقذ حياة عيلة.